السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا داخلين بنزور اللي هو النفق الأمل اللي اتبنى تحت مطار سراييفو في عام 1992 لما حصلت سراييفو عن بكرة أبيها. النفق ده كان هو شريان حياة الأهالي في سراييفو اللي حصروا فيها لمدة 3 سنوات. من الناحية الأخرى من سراييفو كان بيجي الأكل والشرب علشان ينقذوا عائلاتهم ويقدروا أنهم يعيشوا هنا. زي ما احنا شايفين ان النفق ارتفاعه حوالي 1.5 متر وعرضه حوالي 1 متر وطوله كان 800 متر، وده اللي هو الحديد اللي كان بيعدي عليه العجلات اللي بيجيبوا عليها المؤونات كلها. النفق ده كنا احنا بنمشي فيه علشان نوصل للمنطقة التانية اللي هي بتتفتح عليها ساحة خضراء كبيرة جدا مفتوحة تحت احد الجبال، ان اغلب الناس لما كانوا بيعدوه بيخشوا في الساحة دي كانت معرضين للقتل من القناصة الصرب بالناحية التانية. طبعا ده 30 او 40 متر فقط من اللي هو النفق، لكن النفق طوله اكتر من 800 متر. اليوم احنا بنزورها ك سواح، لكن في الماضي احنا كنا بنزورها كعمال للإغاثة علشان نساعد الناس في البوسنة في هذا المكان. وده هيحكي لنا قصة سراييفو تحت الحصار واللي قالها لنا علي عز بيجوفيتش رحمة الله عليه قبل ما يموت. دول طبعا الصور دي بتاعت كل الناس شاركوا في بناء اللي هو النفق، ودي المواد اللي هم تعملوها زي ما انتم شايفين مواد بدائية جدا موجودة هنا. وقصة النفق دي حكاها كما حكاها علي عز بيجوفيتش رئيس البوسنة اللي قال كلمة لا أنساها لما قابلناه في مكتبه سراييفو. قال فيها إيه؟ قال نحن محاصرون في سراييفو كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر في شعب أبي طالب، ولن تمر 3 سنوات إلا وسنفك هذا الحصار. وفعلا حدث هذا. دي كانت رؤية الرجل ذو البعد والرؤية العظيمة اللي كان بيحكم البوسنة في ذلك الوقت. وانتوا دلوقتي تروا كم كانت الحياة صعبة هنا وكم كانت المعاناة شديدة، حتى إن هذه المدينة كاملة كانت تحيا من خلال هذا النفق احنا نتكلم عنه، نفق الأمل فقط. لكنهم خرجوا منتصرين وقبلوا سلام غير عادل. وقال هذه الكلمة علي عز بيجوفيتش في هذا الوقت حينما أراد أن يقف مذبحة الدم والنزيف البشري لأبناء البوسنة، وكذلك الاغتصاب الممنهج لبنات ونساء البوسنة في هذا الوقت. قال سنقبل السلام غير العادل لنقف هذا النزيف البشري، وكذلك أننا نقف اغتصاب النساء. وقبلوا، والآن البوسنة تعيش في سلام الحمد لله منذ 25 سنة، وتمنى بدعم أدعمكم أن يستمر السلام إلى الأبد. نغير اسم البلقان من اسم البلد الدم والعسل إلى بلد العسل فقط، ومن نفق الأمل إلى حياة الأمل اللي بيعيشها الشعب البوسنوي ونعيشها معه كلنا. نحن بنعيش في أمل، نفق الأمل نحن شفناه من 25 سنة. هذه بعض الأدوات اللي كانوا بيستعملوها في حفر النفق في سنة 92، أدوات بدائية جدا جدا جدا. ودي بعض أسماء الناس اللي كانت موجودة هنا، وإذا فينا عروق الشجر إلى آخره، وبعض المهندسين والجنود اللي كانوا قاعدين بيحفروا النفق في ذلك الوقت. زي ما انتم شايفين هي كانت فكرة رائعة من هؤلاء الناس يتبني النفق ده وسط البيوت بتاع السكان. دي صورة لصورة الرئيس رحمة الله عليه علي عز بيجوفيتش رئيس الجمهورية الأول، رجل سلام ورجل قيم وأخلاق ورجل مبادئ، وهو كان يحكم البوسنة في هذا الوقت الصعب. ده المكتب بتاعه اللي هو كان بيقعد عليه، ده علم البوسنة، وده طبعا الشكل الحقيقي للنفق اللي كان عاملينه اللي كان بينقل كل حاجة. ده كان معدات عسكرية أو معدات للأكل والشرب والطعام إلى آخره. هو ده الصورة الكاملة بتاعته هنا هو عندنا، ودي صور أخرى للنفق احنا نتكلم عنها. الأيام دي كانت أيام صعبة جدا 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 على الناس دي اللي عاش في سراييفو في هذا الوقت اللي هي وقت 92 و93 و94 و95. ودي طبعا بعض الشنط أو اللي كانوا بيحملوا فيها الأكل والشرب والطعام إلى آخره عشان تبقوا شايفين هنا شايلين الأكل معهم والجرحى إلى آخره والبيض اللي موجودين. طبعا الايام دي كانت ايام صعبه جدا 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 على الناس اهل سراييفو. واستطاع الشعب البوسناوي باصراره وعناده وان هو يتغلب على كل هذه الصعاب ويخرج من هذه المحن وينتصر ويقبل السلام الغير العادل كما ذكرت انا من قبل. وطبعا كل الناس النهارده اللي موجودين هنا هو جايين يتفرجوا على الماضي. اليوم احنا نعتبر سواح، لكن في الامس كنا
نعاني من المعاناة الشديدة اللي عانى منها الشعب البوسناوي في هذا الوقت. طبعا الناس النهاردة جايين يتفسحوا، والفرق الكبير بيننا وبينهم ان هم ما شافوش الايام المؤلمة دي، لكن احنا شفناها. حتى القطة اللي واقفة قدامنا دي كلها مستغربة، الناس دول جايين منين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من النفق السلام ونفق الامل وشعب السلام والامل في البوسنة والهرسك لكل واحد مننا، عشان نحاول نحافظ على السلام في البوسنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. My name is Hafsa and I'm from Bosnia and Herzegovina, Sarajevo. I'm not born in a time of war, so I can't tell you about war. But I'm born after, and I can tell you about the consequences and our mentality. War never bring any good here, and we never wanted war. What you can see that happened to Bosniaks, to our people, is terrible and horrible and should never happen again. We are the future, my generations and lots of generations that will come after me. We need to change. We need peace. And in the war, even Bosniaks then never wanted to fight. We never wanted to come here, go at that stage where we need to fight each other. And now, after war, even now, we accept them. We accept Serbian people that bring so much pain and suffering and blood. We accept them to live among us. The people that hurt us, the people that bring us lots of deaths and sufferings are living next to our houses. So this just telling a lot of our mentality and how we shouldn't forget, we shouldn't forgive, but we want peace. If we wanted war, we would never let them here. So, and we let them live. They live because of us. They can't go to Serbia, and they're not really welcome here, but they're here. Us future generations need to work on becoming one. If we can't become one and just to compromise, we need to live in perfect harmony, because we would want our children to live in peace. We want our children to enjoy life, enjoy sunshine, and just try different cultures, learn new languages. And we can't do that if we are willing to kill each other. For what? We're all going to die eventually, and God's merciful, and only God can judge. So we need to work at not seeing the money as something that is very important. Money is important to live, to buy food, but we can't live without each other. You can't live without a farm and a farmer that will provide us food. You can't live without people that will fly airplanes, people that will clean streets, people that will grow plants and clean air. We can't live without each other. We need to show our strengths and skills and compromise so we can fulfill the bigger cause to make this place better to live. We need to help the animals, help the poor, elderly, because why shouldn't we? What does it cost? What does it cost to smile at a stranger? You don't need to pay. It doesn't spend your energy. You just smile and you made someone's day. So why shouldn't we start with ourselves? Why don't we plant a tree? Why don't we help an elderly close across the street? Why don't we feed a cat or a dog or some orphan? Islamic Relief is just one of the many of the organizations that will help us to realize actually what is Islam and what is peace. We don't need to all be Muslims to be loving and caring. We even kill each other because of the religions. Why? Because of other beliefs? Why? We're here to understand each other, make each other better. So we have only this life and only this planet. So thank you. If this inspired anybody, I would be really grateful, and I make duas for all of you. And I really hope that we can work with each other without the hate, without all the crimes. Why? There are countries that are like so peaceful and so loving, and they all live with each other. Why can't we do that with everyone? Assalamu alaikum.